السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. اكلتنا اليوم بحرية، عبارة عن ربيان ورز، احنا نسميه بالكويتي مجهوز ربيان. بسم الله نبدي. اول شيء نغسل الربيان، وهذه الطريقة شلون ننظفة. اول شيء نشيل قشور ملوته، بعدين شفتوا هذا الخيط بنات، لازم احنا نطلعه لان هذه احشاء الربيان. الحين نسوي مرة واحدة ثانية، نشيل القشر، يعني نزيل القشرة، وهذا يسمونه الحبل الرملي. فنطلعه ونغسل الربيان عدل ونعزله على جنب، نخليه على جنب. هاي بعد واحدة، ونغسله بس بالماء بنات، لا طحين ولا ليمون، لأن لحمة طري بسرعة يصير يعني يصير يابس. وهذا بعد، الحين أقول لكم شنو نحتاج حق الطبخة غير الربيان: طماط، بصل. طبعا هذه البهار أنا بطأت الفيديو عشان أوضح لكم البهارات اللي أحتاجها. أحتاج ملعقتين بهار السمك، وملعقة وحبتين دارسين اللي هي القرفة، وورق الغار، وهيل، وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة كمون جدا ضروري، ملعقة صغيرة كركم، وحبتين ليمون، نسميه ليمون بصرة أو سحاري، وست إلى سبع فصوص ثوم، وقطعة زنجبيل، وفلفل أخضر رومي. طبعا هذا ترى بالفريزر بنات، وقت الحاجة أطلعه. وكزبر هم كان بالفريزر، شوفوا شون أخضر حلو. أنا الفريش أجيبه أقطعه وأخليه للضرورة. وطبعا طماطم، إحنا نسميها طماط، مقطع صغار، وهذا ربياننا جاهز. نبدي بسم الله، نحط زيت في الجدر، في القدر، ونشغل الغاز، يعني طبعا نشغل الغاز. من يحمى الزيت شوية ننزل البصل، ننزل البصل، نحركه، نخليه تقريبا إلى أن يذبل، قريب إنه هو يصير أشقر. نحركه، ولا تتعودون بنات تحركونه وايد، يعني قلبتين، وبعدين تخلونه الى ان يذبل. شوفوا الحين انا عندي البصل دبل، شوفوا دبلان. حاولت ان اقرب لكم اياه كثر ما اقدر، لان مشكلة البخاري على الكاميرا ويصير صعب التصوير. الحين ننزل الثوم والزنجبيل، نحمسهم شوية، بعدين ننزل ملعقتين معجون طماطم، صلصة الطماطم ملعقتين، مع البهار. أول البهار ننزله نحمسه دقيقة، بعدين ننزل الملعقتين معجون. طبعا طافنا التصوير، فوضحت لكم بالجدر ان اول شيء نحط ملعقتين صلصه، اول شيء نحط البهارات، بس نحمسها دقيقه، يعني نحركه دقيقه، بعدين نحط ملعقتين معجون، لان المعجون شويه يكون فيه ريحه فتروح بالقلي. ننزل بعدين الكزبر والفلفل الاخضر، دقيقه نحمسه، يعني نحركه، بعدين ننزل الربيان، ونفس الشيء نحمس الربيان بالبهار والفلفل الأخضر والكزبر إلى أن المكونات كلها تمتزج مع بعض، والله تعطيني ريحة طيبة وايد حلوة. إن شاء الله تجربونها وتعطوني رأيكم فيها، أنصحكم فيها لأنها جدا هي مفيدة وسريعة وصحية. اترككم مع هالمنظر.
أبي أوريكم هني شلون الفلفل الأخضر. أنا أخذه لما أشتري أقطعه، طبعا نزلنا الطماطم الحين، فنظل نحمس شوية يعني نخليه 5 دقائق إلى أن يتسبك، طبعا مع الملح حسب الرغبة. إحنا نقول بالكويت يتسبك يعني يتمخمخ، يعني يذبل كل شيء على بعض. شوفوا الفلفل الأخضر شلون زاهي لونه وخضاره حلو. أنا أخذه فريش قطعة، يعني حبتين 3 للحاجة، يعني أحيانا يكون ما عندي فيكون متوفر بالفريزر. إن شاء الله يوم على يوم أعرض لكم شلون أنا أفرزن الخضروات. بس بعد ما يتسبك نحط عليه ماي، طبعا لقطة هم هاي ما صورناها نسينا، حطينا عليها ماي مغلي، وانتو راح تشوفون القدر يعني انه يغطي الربيان. نخليه بعدين نخليه 10 دقائق يغلي، بعدين نحط الرز، لان الربيان مع الغلي الكثير يصير يابس، يعني يصير قوي. ما أدري شلون أشرح لكم إياه، يعني يقسى. فبعدين 10 دقائق يطبخ، بعدين نحط الرز. طبعا الرز إلى أن الماء يكون قليل فوقه، يعني تقريبا يكون الرز فوق. بعدين نخلي النار عالية لأن يشرب الماء كله. بعدين نقصر على الغاز، نوطي على الغاز، نخليه على نار هادية 20 دقيقة وبس. هذه النار هادية ونخليه 20 دقيقة، وهاي طبختنا جهزت. لو تدرون الريحة شنو عجيبة. الحين نحط الأكل بالصحن وأخليكم تستمتعون بهالمنظر عجيب وريحته عجيبة، وسهمكم العافية. إن شاء الله يا رب تجربونه وتعطوني رأيكم فيه. ملاحظة بنات، اللي ما عندهم ليمون هذا الأسود يقدرون يعصرون ليمونة أو ليمونتين على حسب الرغبة. هذه وصفتنا جهزت حبايبي، لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لو سمحتم، ويعطيكم العافية.